الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قاعدة إلا، هذا الفضاء النسوي 100% فام. نشكركم على تلبية الدعوة تاعكم اليوم، ونقول للجميع أهلا وسهلا بكم. كل مرأة صيفية جزائرية نقول لها قاعدة إلا ترحب بك، حضوركم هو دعم لنا، وهذا ما تحتاجه المرأة الصيفية والجزائرية، وقاعدة إلا هي اللي راح تفتح لها الأبواب وترحب بك. احنا واش رانا حابين، دائما نعمل على خدمة المرأة، كيف نخدمها انو نقلبوا المرأة مثقفة متعلمة. القعدة اليوم اللي راح تقعدها قعدتها تكون متحضرة، كذلك هذه اللمة راح تجمعنا، انو اي واحد حاب يقرأ كتاب وملقاش بلاس وملقاش اسباس راح يجي هنا ويقرأ. كذلك عندك دورة اونلاين ما قدرتيش تحضريها، والله عندك حبة تتلاقاي بالناس واعيين مثقفين، هذا الاسباس راح يفتح عليك الجو اللي راكي حابه تكوني فيه. كما نعرفوا انه المراه دائما عندها واحد الخصوصيه هكذا، عندها مواضيع خاصه، وبالتالي هذا المكان راح يوفر لها هذا الخصوصيه وهذا القعده، هذه كما سموها قعده الا خاصه بالنساء. وانا واحده من الناس جيت من قال ما شاء الله باش نعود نقعد هنا، على خاطر البلاصه ما شاء الله نظيفه، بلاصة عنسة، يعني بلاصة مليحة. نشكرها على الشيء اللي دارته، يعطيها الصحة، وإن شاء الله نزيد نشوف حوايج خلاف إن شاء الله. عندي واحد صاحبي برا يجي متزوج بالصيفية، يقول لي شوف الدار هكذا، الماكلة هكذا، البنة كلش. قال لي بصح انا غلط، قال لي لسانها اللي يمشي مطرتي يلعب يضرب، قال لي عندها واحد لسان، قال لي نقدر نقول لك قالت لي 10، قال لي تما كون زيد زوج ولا ثلاثة تقلب لي هي 50، قال لي تما نضربها، قال لي نسكت ونمشي. أما كي نشوف هذا امرأة هذا كيما عمتي سعيدة تما كيما ما الله يبارك، ربي يحفظها إن شاء الله، هذه حاجة من هي الله يبارك. عبد جميل؟ آه عبدو الله يبارك ما شاء الله. مزيا عم الجمال. عم الجمال. ما تزيدش 50، ما تزيدش. عباك هذو فيهم عصا سورتو هنا في الصيف. كيما مو جمال ولا عمتو. تيلعب بكراش ما تخسرلهاش كاس. طبسي انا العجوز كي تكسر كاس في النار. على بالي حتى واش من كاس تكسر برا الناس. فوق مصورة اخر كاس ظهروش اخر. أنا نحيي هذا الإنجاز اللي قامت به المرأة الجزائرية. الجزائريات ديما قويات بإنجازاتهم من عهد الثورة والاستعمار حتى اليوم. هذا الصرح هو صرح ترفيهي توعوي. أنا نحيي سهام أنها قامت بتحقيق رغبتها ورغبة كل النساء الجزائريات أن يكون لهم مكان جميل راقي نلتقي فيه، نتبادل فيه أطراف الحديث، نتبادل فيه ضحكاتنا، جلساتنا الأنثوية النسوية البحتة. كما نشوفوا هذا المكان راقي، أكيد مستحيل أنك تخش مكان كما هذا مفعم بالطاقة هذه وبالألوان هذا وبالديكور هذا وبالرقي هذا وراح تكون ما تحسش روحك مليح. أكيد راح كي تقعد القعدة هذه راح تحس بروحك مليح وراح تحس بالمعنى والطعم تاع أنك تقعد وتبخون أن كافي. أنا فخورة جدا أنه نكون إحنا صيفيات مصدر الإنجاز ومصدر تطور في العالم إن شاء الله. هذا الإنجاز بالنسبة لي هو عبارة عن مرحلة لنجاح كبير بإذن الله. أنا أم سهام قشي، ربي يهنيها إن شاء الله ويحفظها ويبارك لها في هذا المشروع تاعها ويسترها ويحفظ لها وليداتها، وربي إن شاء الله يفرح كل مؤمن ويهني كل مؤمن في هذا رمضان كريم إن شاء الله.